انضم الينا الدكتور علي اسماعيل، طبيب امراض صدريه وباطنيه وانعاش طبي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحكم جميعا. اذا فينا نحكي اكثر عن اسباب ازدياد حساسيه الربيع بهاي الاوقات. ناس بتقول يمكن غبار معين، ناس لما بتتجه على الحدائق بصير عندها نوبة حساسية، أشخاص من الرطوبة وأشخاص أيضا من حبات الطلع. صحيح. هلا بالبداية لنعرف شو الأسباب أو المحرضات لنوبة التحسس الموسمي أو الحساسية الربيعية أو حمى القش، إذا نعرف إنه هي عبارة عن ردة فعل مناعية ذاتية، جهازنا المناعي بيتعرف على هذه الأجسام كجسم غريب وبشكل ردة فعل مناعية تطلق عوامل تحسس تسمى الهستامين اللي بتعمل الاعراض اللي نذكرها لاحقا. فاذا هي فرق في رده فعل جهاز المناعه بالتعرف على بعض الجزيئات ومنها غبار الطلع والعده المنزلي وبعض الاشجار والاعشاب، خاصه بالفتره الربيعيه اللي بتتكاثر فيها غبار الطلع ويزداد تركيز غبار الطلع في الهواء. وكلما كانت الامطار اقل وفتره الربيع ابكر، كل ما كانت مرحلة التعرف على الأجزاء هذه التدريجية وردة الفعل المناعية عند الأشخاص اللي عندهم استعداد خاصة وراثي لتطوير ردة الفعل. عشان هيك إذا بنحكي عن هاي السنة بدنا نقول إنه حصول بعض الأمراض الأمطار المتفرقة أدى لتعرض هؤلاء الأشخاص اللي عندهم استعداد تحسسي أو تأتبي لا بشكل كميات كبيره وتركيز كبير من هيدي الجزيئات وغبار الطالع، وبالتالي طور هيدا عندهم رده فعل شديده. لم يكن ازدياد تركيز غبار الطالع في الهواء تدريجي، بل كان بكميات كبيره وبتركيز كبير خلال فتره قصيره، عشان هيك كانت رده الفعل التحسسيه شديده. طيب دكتور، طيب دكتور نحكي شوي عن أعراض حساسية الربيع بشكل مبسط حتى يعرف كل شخص في حال ما كان يعني عم بحس بالأعراض. وفي عالم مثل ما ذكرت عندها شيء وراثي، وفي ناس يمكن لهم يعني نصيب بهذا الموضوع أكثر من غيرهم نتيجة عدة عوامل. وهل لحساسية الربيع درجات؟ صحيح. هلا نحن بالنسبة للأعراض لازم نعرف إنه ردة فعل جهازنا المناعي بحالة الحساسية الموسمية بيعبر عنا جسمنا من خلال حسب العضو او الاعراض. منا ممكن يصيب العين بسبب دماع وسيلان دمعي واحمرار في العينين، او بسبب سيلان انفي وتعطيس واتشنج سنسيشن، الاحساس بالرعيه داخل الانف ومنطقه الجيوب الانفيه. احيانا بسبب حكاك، بسبب صعوبة في التنفس، لأنه غالبا التهابات أو الإصابة التحسسية ممكن تكون مفصولة، يعني بسبب التهاب أنف وجيوب تحسسي أو مشترك مع التهاب في الملتحمة تحسسي أو التهاب قصبات تحسسي. غالبا تواجد أكثر من إصابة أكثر من عضو بتكون هي غالبا الإصابة الأكثر شيوعا. فإذا من أهم أعراض النوبة التحسسية هي سيلان أنفي، العطاس، الدماع، السعال، الحكي، أحيانا الصداع، ظهور حالات تحت العين تسمى علامة إشراقة الشمس، كلها من الأعراض المحتملة لحدوث ردة فعل تحسسية موسمية ربيعية. وبنميزها عن الإصابات الفيروسية بشكل أساسي غياب الآلام العضلية الشديدة أو غياب الحرارة العالية اللي بنشوفها بالإصابات الفيروسية. طب دكتور، أحيانا العلاج أو أنه مثلا ناخذ حبة حساسية أو حتى إبرة يمكن ما بخفف هاي النوبة، يعني أحيانا بيكون في عطاس كثير ومثل ما قلت دموع في العينين وهذا الاحمرار الحاد. كنا نسمع انه يكون في تبخير او انه انواع معينه يمكن من الاوراق او الاشجار يتم تبخيرها واستنشاقها. لاي درجه ممكن انه يفيد الناس اللي عندهم يمكن نوبات حساسيه عاليه؟ هلا نحن بعلاج الحساسيه خاصه الاشخاص المعروفين سابقا بحدوث ردات فعل مناعيه تحسسيه موسميه، يجب البدء بالعلاج قبل بدء احترازي يعني ظهور اعراض التحسس.
مش لانه نحن لازم نبلش لهودي المرضى بادويه التحسس خاصه مضادات الكوترين قبل بدايه الموسم بفتره قصيره حتى لا يكون المناعي بحاله انفعال شديد تجاه اي رده فعل تجاه تعرض لتاكيد كبير من كبار الطالع. فاذا واحد يجب البدء ببعض ادويه الحساسيه قبل ظهور الاعراض وتكون اكثر مفيده لانه الكاسكيد هيدا التفاعلات المناعيه مجرد انطلاقه بتصير سيطر على الاعراض اللاحقه اصعب. فثانيا يمكن القيام ببعض او استخدام بعض الادويه مثل مضادات الهستامين او الانترانيزال كورتيكوستيرويد بخاخات انفيه ستيرويديه من الكورتيزون او استخدام بعض مضادات الاحتقان. بعض الاحيان نلجا بردات الفعل التحسسيه الشديده استخدام حقن الكورتيكوستيرويد او حبوب الكورتيزون، ولكن هذه بالاصابات الشديده والمتوسطه. بالاصابات الخفيفه غالبا نلجا الى استخدام غسول بالانف لنخفف تركيز كبار الطلع حول المستقبلات الموجوده بالجيوب الانفيه، ايضا استخدام مضادات الاحتقان ومضادات الهستامين. هناك بعض الاعشاب وغيرها من التبخيرات التي يمكن تستخدم، مضبوط هي تاريخيا كانت تستخدم ولكن نحن بالطب البديل، ولكن نحن دائما بنركز على القيام بجهات اكثر صرامه واكثر متعلقه اكثر دوائيا، منها الاستخدام المبكر لمضادات الهستامين او مضادات الليكوترين قبل الدخول بحاله الاجراءات الوقائيه اللي اذا بدكم نذكرها، منها الاجراءات الوقائيه انه تغسيل الانف بالغسول الانفي، استخدام مكيفات عاليه التركيز وبتنظف الهواء من هيدي البارتيكلز جزيئات بشكل دقيق، غسل الشعر، غسل الثياب، تغيير الثياب خاصة بيكونوا موجودين برا في منطقة معبية بالأشجار والغبار الطالع عند دخولي من المنزل، التي ممكن تجنب إغلاق النوافذ أثناء الليل خاصة بساعات الصباح الأولى حيث يكون تركيز غبار الطالع بالهواء شديد جدا. لهيك معظم المرضى صباحا بيعانوا من معظم أعراض الاحتقان الأنفي والسيلان الأنفي والانسداد الأنفي والغطاط لأنه بيكون تركيز كبير من غبار الطالع بالساعات الأولى من الصباح. جميل. إذا اتبعنا هاي الإجراءات في حال كان الشخص عنده تاريخ بموضوع هاي النوبات أو حتى يعني كان عنده موضوع وراثي فممكن نخفف من الأعراض وتجي عنا نوبة جدا خفيفة، هل فينا نطبق هاي الإجراءات على موضوع الربو والرماد العيني اللي بنشوفه خلال فصل الربيع أو حتى الأمراض التنفسية الأخرى؟ مثل ما قلت لك الآلية هي واحدة، يعني الآلية سواء عبرت عن حالة بسيلان أنفي أو دمعي أو نوبة ربو، فالشخص هذا يعتبر ضمن المجموعة التأتبية اللي عندها استعداد وراثي للتعرف المفرط لجهاز المناعة بشكل مفرط على الجزيئات الخارجية. فإضافة للمضادات الهستامين ومضادات الاحتقان وغسول الأنف بدنا نستخدم ريميديز بيشتغلوا على مستوى التهاب العين التحسسي، بعض مضادات الاحتقان التي كقطيرات أو قطرات دمعية إذا كان في أعراض عين على مستوى العين، أو موسعات قصبية وبخاخات تستخدم لحماية الرئتين خاصة عند مرضى الربو من نوبة تشنج قصبي برونكوسبازم، وقد يعني إذا كانت شديدة أو عنيفة تدخل المريض إلى المستشفى وتؤدي لحدوث هبوط بالأكسجين الدم. وغالبا كان يقول هذه فكرة كثير مهمة إنه حدوث نوبة التهاب أنف وجيوب تحسسية وإفراز بالإفراز المادة المخاطية على مستوى الجيوب الأنفية والأنف قد تحرض نوبة الربو من خلال شيء اسمه بوست نيزل دريب، المفرزات الأنفية الخلفية اللي بتؤدي إلى تحريض نوبة الربو بشكل شديد. لذلك هؤلاء المرضى إذا كان مريض ربو عنده التهاب أنف وجيوب تحسسي، إذا أعطينا علاج جيد للربو منها موسعات القصبية والكورتيزون كبخاخات، من ليه هذا المريض ما عم نقدر نسيطر على نوبة الربو؟ السبب لأنه المحرضات أو الأنف ما سيطرنا عليها، لذلك هودي طبيعي نشتغل بنفس الوقت كمضادات احتقان على مستوى الأنف، كغسول أنفي، كمضادات هستامين، إضافة للعلاج التقليدي للربو. جميل. دكتور ختاما، هناك بعض الأشخاص بيكون عندهم حساسية طوال فترة السنة،
شو منصنفها هاي وشو الإجراءات اللي لازم يتبعوها، وهل من تحاليل معينة ممكن أن تحدد حالات الحساسية اللي عندهم أو حتى الدواء العلاج؟ هلا في بعض المجموعات او البشريه او بعض الاشخاص يعانون من نوع تحسس على مدار السنه، وهو مرتبط ايضا خاصه حدوث النوبه بوجود الجزيئات المحرضه، هيدي اذا موجوده على مدار السنه فهذا المريض غالبا بيكون عنده اعراض تحسسيه على مدار السنه، مثلا اللي عندهم بعض التحسس على جزيئات او غبار طالع للسارو، السارو غالبا بيبقى مقدار وعنده جزء طوال فترة السنة، مش الاختبار أو ظهور غبار طلع حكرا في فترة الربيع. أيضا وجود العدة المنزلي، العدة المنزلي هو واحد من أهم محرضات نوبة التحسس طبعا. وممكن مريض يعمل نوبة تحسس على مدار السنة. عند هذه الفئة العمرية لابد، أو هذه الفئة البشرية أو فئة التحسسية لابد من استخدام مضادات الليكوترين على مدار السنة، وعند حدوث نوبة شديدة نلجأ لمضادات الاحتقان ومضادات الهستامين. طب دكتور التدخين قد ايه له يد أيضا بالموضوع لهدول الأشخاص؟ اللي هي مثل النسكوبات اسمها تجارية أو الليكوترين أو مضادات الليكوترين هي مختلفة عن مضادات الهستامين. دورها الأساسي هي وقائي، ولذلك استخدامها بالنوبة غير مفيد. بعكس مضادات الهستامين اللي هي مفيدة أكثر بالنوبة أثناء النوبة، فبنسميها مينتنانس تريتمنت علاج وقائي. والأنتي هستامين هي مضاد هي ريليفر او تستخدم اثناء النوبه. فهي هذه الفئه العمريه هي معرضه لنوبه شديده او لاعراض شديده، لذلك لابد من بقاء مضادات الليكوترين واحد، زياده اجراءات الوقايه من العد المنزلي، من تهويه الهواء، تهويه المنازل، نحاول حل السبب صح، تجنب العفن المنزلي، هذا العفن الاسود اللي بيكون احيانا من ابواب الفطريات قد تكون هي محرضة لنوبة التحسس، فهؤلاء لابد من علاج السبب وتجنب المواد المحرضة، لأنه لا علاج شافي للحساسية إلا بتجنب الألرجن العامل المحسس. صح دكتور. بالنسبة للفحوصات نعم هناك فحوصات دموية يمكن إجراءها والقيام فيها لتحديد نوع الحساسية ونوعية وعلى أي مواد أو جزيئات نحن نتحسس، اسمها IgE total and IgE specific to food and respiratory allergen، يعني IgE شامل الكلي وأيضا IgE موجه ضد مواد محسسة سواء تنفسية أو هضمية، يعني سواء بعض الأطعمة ممكن حتى كثير نشكرك على المعلومات. البيض أو العسل أو حليب البقر هذا موضوع ثاني. صح. وهناك IgE specific respiratory to respiratory allergen للمحسسات التنفسية، بتحدد نوع الأعشاب، نوع الأشجار، نوع الروائح، وجود الوبر لبعض الحيوانات المنزلية أو وبر الكلاب أو الأحصنة أو القطط، أو بعض بتحددنا بالضبط نحن على أي عامل محسس نحن بنتحسس، وبالتالي بنحاول بعض الأشجار أو النباتات المحيطة بمنزلنا نتخلص منها ونستبدلها بأخرى. من القصص الوقائية الممكن صح دكتور. بعد تحديد العامل المحسس. شكرا كثير لك دكتور، فعلا أعطيتنا يعني معلومات جدا قيمة ومعلومات جدا كافية ووافرة عن هذا الموضوع. دكتور علي إسماعيل طبيب أمراض صدرية وباطنية وإنعاش طبي، كنت معنا من بعلبك. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لكم، نهاركم سعيد، شكرا.